في ساعة شبكة ومرحبا بكم جميع كل في قسم الأخبار. معاكم حمودي شخصية مش يعدي لكم الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية. نبدأو أول خبير، قالك بن علي يحب يترشح للرئاسة في 2014. يا ولدي تبليه هما حتى يكملوا الدستور، وحتى كان كملوا جد انتخابات أنا كحمودي شخصية نقول له أنا فهمتكم. أي سيدي، قال لك رئيس فرنسا فرانسوا أولوند أول مرة بعد الثورة جاء لتونس، قال لك يلوج على الاستقرار السياسي، وأنا نقول المنصب جميع حجم جديد. أي سيدي، قال لك أعلن الجنرال رشيد عمار استقالته من الجيش، وقال لك يمكن يترجع للرئاسة. يا سي رشيد حتى أنت يا بارامو غلطوك. يشهد المجلس التأسيسي النورين استقالات هكا في جرة بعضه. معنا توا عبر الأقمار الاصطناعية سي إبراهيم القصاص. أسي إبراهيم أي حكينا شوية، شي الحكاية هذه؟ ناس تاكل في الظلف وانت تقول لي تأسيسي، ناس تبي تموت تاكل في الظلف وانت تقول لي كرسي وفلوس وشنو، تذبحوا في رواحكم على خاطر كرسي حقير، البلاد دخلتوها في حيط، الواحد يستقيلوا برا، فهمت؟ أي سي إبراهيم القصاص بارك الله فيك. نتعديه لسي حمى الهمامي عبر الأقمار الاصطناعية. سي حمى كان تعطينا شويه توضيحات على الاستقاله نتاعك. نقول لك حاجه، انا كحمى الهمامي كحزب العمال قاعد ندرس مع الحزب في امكانيه الاستقاله من المجلس التاسيسي، ونقول لك حاجه حتى راضيه تحبني نستقيل. اي بارك الله فيك سي حمى. اي ريتو حشيشه رمضان ايش تعمل في المجلس التاسيسي ولا؟ الفصل 39 من الدستور الجديد قال لك يا سيدي عندنا الحق في الماء، بالله تدينا الحق في الدونت فريز باش ننظم ذو قاعده. في عصر الحكومة المؤقتة ثلج وجراد ومطر وفيضانات وزيد مزلزل، يا ولدي استجاخر ونوصلوا للوحش. اي سيدي، صرح سي عبد اللطيف المكي وزير الصحة، قال لك الملاريا فيروس. يا سي عبد اللطيف الملاريا موجود قديش صار له ويجي من جماعة كانوا في افريقيا، تاي شنو ما نغطيوش عين الشمس بالغربة لا؟ أكدت دراسات ألمانية أن الرجل كي يبدأ راقد تقيمه بالقوي ولا فيسع ينجي ما يموت. يا ودي برحمة بويا كنت أرى أمي كيفاش تقيمني، تدخل البيت قلت عمل لي مداهمة وحنا عايشين الحمد لله لبس. صحيبنا مارك متاع الفيسبوك أعلن وقال استاتيت الكل ما عاش فمه. يا سي مارك أصعبي، يا ودي سي مجدي السميري تسلفها من عندك خدم بيه ما في ناس أتوي رجع حملك. قالك شاقي في كارتاج 2013. يا ودي يا اخي وخرج حاجه بعد بومباستيك. شي كامي مستر بومباستيك سيلي فانتاستيك توتش مي نون مي بوكسي سيز ا مستر رو. اي سيدي، قالك اهالي صفاقس تطالب بعوده المدفع ورا سيدي اللخمي. يا ودي تشخص ورحمة بويا كانوا عاملين بيجو بلا صغير قدك كان نمشي وغاديك نتفرجوا لك شي عمل دو. اعلان على انقراض الكيوي من تونس لاسباب غامضه. وقيل جماعة الحوار ما عادش يشرق عليهم المعدنوس دوروها كيوي. حملة أمنية مكثفة من طرف الشرطة والحرس الوطني شهيدتها صفاقس، هذه الأيام يا ربي دوم علينا النعمة. دبي تفعل خدمة الواي فاي في الشوارع الكل عن طريق الأرصفة الذكية. أي زيدي احنا في تونس ناقصنا نعمل الأرصفة وبعدها نعمله الواي فاي. أي تو نمشيو لأخبار الرياضة في تونس. سمير الكنزاري فشل السنة في التألق بالترجي الرياضي التونسي. تيكو سليم شي بوب مشى، لا فما شكون يطفي الضوء على الستاد وتو ذراعك يعلم. تدور غدا مباراة بين النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الساحلي في ملعب الطيب المهيري في إطار الكاف. أي رب يسري يمشي شي يعملنا احتراز واحد آخر، واحد ماشي يعرف على الدنيا. سيسس ان شاء الله مربي يا موري يا موري يا موري. المنتخب التونسي فشل في الترشح في الشان. الاكثر توضيح معنا سي فوزي البنزرتي عبر الاقمار الاصطناعيه. يا ولدي في التلاك واللي كان نيجاتيف في التلاك والليكيب ناسيونال نيجاتيف في التلاك، سي نبيل معلول لازم شويه جوارات في التلاك باركين شويه في التلاك، وكل كان نيجاتيف وحمد لله رب العالمين في التلاك. يا طلع سي سامي طرابلسي يبرك وخير.
اي سيدي، اخبارنا اليوم وفيد، نتلاقاو ان شاء الله في نشرة مقبلة، تصبحون على الف خير.